for my country. For your country? Yeah. حيث تعاشش العصافير وبيكون عندها حريه، ولكن هيدي كمان يعني برمز بسيط لهذا الحضور اللبناني بهذه المدينه. انتم الارز الحقيقيه، هيدي بس بترمز اليكم. هذه مناسبه عظيمه انه حضرتك مع اليك هون معنا، وفي عندنا كمان السفير نواف سلام والسفير انطوان شديد اللي تارك بصماته، السفير انطوان شديد بنيويورك وصماته غميقه في هالمدينه هاي، هو اللي شرع ابواب القنصليه على مصاريعها وجاب كل اللبنانيه على القنصليه، وانا بشهد. والحركه الثقافيه اللي بلشت سنه 1994 بلشت مع سعاده السفير انطوان شديد، واول حفله قدمها سعادة السفير انطوان شديد. الله يحفظك. من وقت بلشت الحركة. الله يخليك. اهلا وسهلا فيك. الله يديمك.
عشتم وعاش لبنان. تفضل معك شكرا.